لا الوزير غادي يدير البرامج البيداغوجيه ديال المسلك تاع الفيزيك ولا المسلك تاع التياتر ولا المسلك ديال الدراسه الاسلاميه ولا واخا يبغي يديرها ما عندوش الكفاءه ابدا ما يمكنش يديرها نهائيا وما عندوش الوقت باش يديرها. شنو درنا رؤساء الجامعات تشاورنا بعضياتنا قلنا غادي نجمعوا الشبكات ديال الكليات كل رئيس عنده شبكات يتكلم بها جمعهم وقالوا لهم الله يخليكم شوفوا مع الشعاب وشوفوا كيفاش نديروا البرامج. درنا برامج على الجذوع المشتركه درنا غير الجذوع المشتركه باش نعطيو بلاصه لاي مغربيه ومغربي وكاينين جذوع اخرى اللي كاينين مسالك اخرى ما فيش الجذوع حنا هذا على الاقل بعدا نعطيو البلاصه لاي انسان وداروا برامج وهاد البرامج كاين الناس راه حتى في الفيزيك حتى في المات حتى في كل شيء كاين بزاف ما تفقوش تيقول له لا كل واحد كيبغي الموديول ديالو راك ما عارف الانسان هكا تيدير عنده الوحده ديالو عنده الدروس ديالو انت كتجي كتبرز فيه كتقول ليه لا خصك تبدل كل شيء كل واحد كيقلب على كيفاش يشد بلاصتو ولكن في الاخر الناس تجاوبوا وتفاهموا وهاد الدراسات الاسلاميه جا برنامج اللي توكلنا عليه لان لو ريزو ديال لي فاكولتي اقترحوا. اما بالنسبه للثوابت الوطنيه واش زعما رؤساء الجامعات والعمداء زعما هادو ماشي مغاربه ما كيعرفوش اش كيديروا وحنا استشرنا راه ماشي غير بوحدنا وهاد الثوابت راكم عارفين بان لاول مره فاش تكلمتوا مع المهارات الذاتيه وهاد الكفاءات هاد لي زارت سكيلز كاين ان موديول كاين ان موديول دو ليستوار دو ماروك اللي فيها كلشي الا كان هذا هو المشكل ديالهم قول لهم غيتهناو غادي نشوفوا ان شاء الله وغادي نشوفوا كيفاش نديرو بواحد الطريقه زويونه اللي وليداتنا غادي يعيشوا مع بعضياتهم بغينا نقويو من هاد ليدونتيتي ناسيونال فوالا بلا ما نمشيو للناسيوناليزم هاد ليدونتيتي ناسيونال هاد الهويه الوطنيه اختلف التراث الوطني لا في الموسيقى ولا في الاكل ولا في بزاف د الحوايج تنظن بان بعض المرات خص النقاش اللي كيكون ما بين جوج د الفروق ما يتحولش نقاش وطني لان شي خصو يكون كبير علينا وكنجاوبوا معاه احنا غادي العام الجاي عاوتاني غادي نفتحوا نقولوا شنو ربما اللي ما درناهاش مزيان غادي نحاولوا ثاني غادي نجمعوا كاع الشبكات كاملين ونقولوا هذا العام هذا الحمد لله كي داز كيفاش نتناقشوا كيفاش نجاوبوا معاه الا كان عندنا غرض ديال كيفاش ننجحوا بلادنا وننجحوا وليداتنا راه ما غنتشارجوش عليه في لي ريزو سوسيو في جورنو في تخيط. ما تنظن خصنا نعطيو الاهميه بعد القصوى لهاد الوليدات وهاد البنيات اللي كيجيونا من وسط هش هو اللي جاي لعندنا هو اللي داخل لهاد لي زاكسي اوفير اللي دابا كنتكلموا عليهم هذا هو اللي تكلفنا به الا نجحنا في هادي نجحنا في كلشي لان هذا هو علاش قلت لكم اللي كان ساهله لينا حنا كوزاره ولا كرؤساء جامعات راه اللي ساهله لنا هي ندوبليو كيف ما قلت لكم هاد لي زوان سي جي ولي زانسا ونعطيهم الفلوس ونعطيهم لي بوست ونخليو داكشي الاخر بوحدو هكاك كرفس وخليو كرفس حنا ما اخترناش هادي اخترنا الصعيبه وفي هاد الحكومه ديالنا يعني اتفقنا باش نحلوا المشكل لان هذا المشكل هذا هو راس مال البشر دونك كاين انا عارف كاين نقاش راه ماشي غير تما راه كاين نقاش حتى في بلايص اخرين ولكن حاولنا نحلوه بذكاء هذا الذكاء الجماعي هو اللي خصكم انا كنطلب منهم اذا كان هذا المبر ديالكم نقول لهم كنطلب من الله يخليكم خليو لا فيغتي دون فوتخ بوش ونمشيو لان الدراسات الاسلاميه محتاجين دي جون راه حتى هي كتوظف باش يديروا الدراسات الاسلاميه باللغه الفرنسيه باللغه الانجليزيه باش حنا مطلوبين المغاربه ديالنا الاسلام ديالنا مطلوب في الدول كلها لا في افريقيا ولا في الدول العربيه كلشي هادو هما التوابيت ديالنا هو حنا متسالمين بغينا نعيشوا بحال الدول. شكرا.